بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على الرسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم إن شاء الله بتعلق بالpronunciation، يعني صوتيات phonetics. طبعا وين مرت بالكتاب؟ مرت في ثلاث مواقع، وموقع رابع محذوف إذا فتحتوا الكتاب صفحة 17، الـ student book صفحة 17، بتلاقوا فيه التمرين السابع، كان بالوحدة الثانية. التمرين السابع using the international phonetic alphabet. طبعا احنا بنعطي المادة المجزأة بنحب نعطيها كوم واحد. الصوتيات مادة مهمة جدا، وبيبدأوا يدرسوها للصغار، خليني احكي من صف سادس وسابع. بس الصراحة يعني هو بدرسها وهو مش عارف انها هاي الها دخل بالبرونانسيشن بالفونيتكس والى اخره. بعدين بتاسع وبعاشر ببلشوا يعطوهم الأصوات هاي اللي احنا يعني زي الخرابيش شايفينها. بس صراحة لزخم المنهاج كثير من المعلمين بيقفزوا عن هاي الأشياء، نعتبرها احنا أشياء مش مهمة. هسا بالتوجيهي مرت معنا هاي الفونيتكس في أربع أماكن. الصفحة الأولى كانت في صفحة 17 إذا تابعتوا معي. الصفحة الثانية في صفحة 23، كان يعني الواحد لساته في مخ، صفحة 23. أيوة هاي التمرين الثاني. في تمرين ثالث كمان صفحة 31، pronunciation minimal pairs رقم واحد. إذا في minimal pairs رقم اثنين، هذا كان بالوحدة الرابعة. minimal pairs رقم اثنين موجود بالوحدة الخامسة محذوفة. اللي بحب يشوفها صفحة 39، هي pronunciation minimal pairs 2. هسا بالفصل الثاني ما في تمارين pronunciation زي هيك، كان في stress و sentence stress وغطناها لما شرحنا الوحدة. هسا أنا شو وظيفتي وشو بدنا ناخذ؟ أول ما أقر المنهاج أيام الدورات اللي احنا بنعتبرها شديدة الصرامة والانضباط، في أول دورة للمنهاج استضافوا مديرة الامتحانات وسألوها عن الفونيتكس هاي البرونانسيشن، لأنها صعبة جدا صراحة، بياخذوها طلاب اللغة بسنة ثانية، وبعض من بعض القضايا بياخذوها بسنة ثالثة، فهي أمر مش سهل على طالب توجيه يدوب بجر بحال. فيومها تكلمت وقالت إنه المطلوب من الطالب حفظ الكلمات الموجودة في الكتاب حصرا. يعني بدك ترجع لصفحة 17 عندك التمرين رقم 7، هي الكلمات كل كلمة ولفظها صوتي، وعندك الصفحة 23 كمان الكلمات وكل كلمة، أنا معطيني الكلمة وأنا أرجع لكتابتها الصوتية وأحفظها. طيب بما أنه حفظ، ما نحفظها ونخلص، إحنا بدنا نحفظها ونخلص. في ناس بيحكوا ما عمرهم ولا جابوا ولا سؤال صح من 2015 للعشرين، ولا مرة ولا جابوا ولا سؤال. بس إحنا مادة موجودة بالكتاب ومضطرين نغطيها بهالربع ساعة. ممكن نحط هالتسع كلمات، الكلمة حروفا واللفظ الكتاب الصوتية إلها، ونحفظ ويمشي الحال. لكن أنا بتعطيك شرح بسيط جدا وممتع عشان لما تيجي تحفظي هاي الأشياء تحسي الأمر سهل. بس هاي الفكرة، إنما بالآخر المطلوب منك الكلمات التسعة الوردات بالكتاب زائد التمرين اللي صفحة 31. على بركة الله نبدأ. الآن أنا راح أشرح من هاي الورقة، راح طبعا يعني راح تكون بين إيديكم، اللي ما بيقدر يسحبها ما بيقدر يوفرها عادي، بتكتب الأشياء الرئيسية اللي بنحكيها على ورقة جانبية عادي، يعني مش مضطرة تكون معاك الورقة. بعيد وبكرر، إحنا المطلوب منا ثلاث تمارين الوردات بكتابك. إحنا عشان نفهم هاي التمارين بدنا نقدم للموضوع بحيث يصير حفظ الكلمات عندك سهل، ولا ترد علي بحكي لك ولا مرة أجا امشي ما طنشي بالناقص من هالربع ساعة وتروحي مطمئنة على الامتحان. نقول هسا في عندي 44 sounds أو phonemes of English. في حاجة مهمة لازم نعرف، شو هو الفرق بين الحرف والصوت؟ في شيء اسمه عندي letter حرف، وفي شيء اسمه sound صوت. شو يعني حرف؟ الحرف اللي هو written symbol، الإشي بيكون مكتوب زي هيك زي هيك زي هيك، حرفين زي هيك، كمان حرفين PH حرفين. كم حرف عندي باللغة؟ عندي باللغة 26 حرف فقط. كل لغة فيها عدد محدد من الحروف. إذا احنا لما نحكي عن letter حرف بنحكي عن the written sample الرمز المكتوب،
عددهن محدد، كم عددهن؟ 26 حرف. الآن أنت كيف بتلفظي هاي الحروف؟ بنسميها صوت. فأنا عندي حرف سي، سي لتر، لكن كيف بلفظه؟ بلفظه لفظين، مرة بلفظه اس ومرة بلفظه اك. هسا الاس والاك هاي بنسميها ساوند، صوت. اك واس بنسميها ساوندز، أصوات. إنما الهاي السي هاي بنسميها لتر، وهاي أشياء مهمة بدك تفهميها قبل ما نبلش نشرح. طيب كيف بميزوا باللغة بين الحرف والصوت عشان ما ينعجقوا؟ يا عزيزتي الحرف بيكتبوه عادي، الصوت عشان يفهموك إنهم قصدهم صوت الإس ولا حرف الإس بحطوه بين هيك تو لونج داشز هيك ميلات، فهيك قصدهم صوت الإس، هيك اسمهم قصدهم صوت الإك مش حرف الكي، فخلص بدنا نشيل كلمة ساوند، فهمنا. فأنا لما أجي على هيك، هيك قصدي حرف الإس، يعني زي لما تعدي تحكي S T U V W، كيف بلفظ وكم لفظ إله؟ واحد، لفظ واحد. هاي لازم أحطه بين شحطتين، لازم، عشان هاي حرف الإس الأولى حرف، الإس الثانية صوت. طب باجي عند هاي كم حرف؟ تو لترز، حرفين اللي هن التي، حرف التي وحرف الإتش، كيف لفظتهن؟ هسا التي إتش التوليفة هاي من الحروف بتعطيني لفظين، بتعطيني لفظ إث زي لما نحكي ثري ولفظ إذ. إث برسموه بالإنجليزي بعلم الأصوات، برسموه هيك إث، هاي هاي اللي بدي العربي أكتبها إث، وهاي إذ، بميزوهن من بعض. فأنت مش راح تلاقي حرف مكتوب زي هيك، ما في، لازم يكون بين الشحطتين عشان يفهمك، لأنه هو صوت. ونفس الشيء الرمز اللي أمامك عند الإب ما بتلاقيه لحاله، بتلاقيه بين شحطتين لأنه هو صوت مش حرف. بنيجي على اللي بعدها، هسا هاي حروف ولا أصوات؟ طالما مش محطوطة بين شحطتين إذا أنا هانا قصدي فيهن letters، حروف. طيب S مع H إيش بيسووا لي صوت؟ بيسووا لي صوت الإش. هاي طبعا وين مر معنا؟ شايفين شكله قبل هيك، مر معانا بعاشر إش. فلما تيجي تلاقي الكتاب الصوتية لكلمة شيب اللي معناها سفينة، راح تلاقيها مكتوبة هيك، هاي اللي زي فرس النهر، هيو شايفينه، وبعدين جنب هيك شيب، هيك بتلاقوها مكتوبة. عاد الكلمة الأصلية كيف بتكون؟ بتكون هيك. هاي حروف، four letters، أربع حروف. اللفظ الصوتي إلها عندي three sounds، ثلاث أصوات، شيب. هسا بتيجي عند هاي برضو عندي توليفة من حرفين P H، كيف بلفظهن؟ بلفظهن F، بلفظهن صوت الإف. يعني لحد الآن لازم تكوني فهمتي إني أنا عندي إشي اسمه letter، حرف، يعني خليني أكتبه letter، حرف، وبكون عددهن باللغة ثابت 26 حرف A B C D إلى آخره. وفي عندي sounds، sounds مقصود فيها أصوات، يعني أنت كيف بتلفظي هاي الحروف. هسا في بعض حروف إلها أكثر من صوت، وفي بعض حروف لما تجتمع تعمل لي أصوات جديدة زي هاي. إذا مين عدده أكثر، الحروف ولا الأصوات؟ أكيد الأصوات، أنا عندي 26 حرف يا بنات، وعندي عدد الأصوات 44. طبعا هن أكثر بشوية للأمانة العلمية من 44، but it is generally agreed that there are approximately 44 sounds in English. طبعا في some variation، يعني مثلا أحيانا بتلاقي في بريطانيا في مقاطعة كذا عندهم لفظ جديد، في مقاطعة ثانية في لفظ حرف مش صوت، عفوا صوت مش موجود، لكن الستاندرد النورمال 44. هسا ال 44 صوت جمعتهم من وين؟ من 26 حرف. الصوت الواحد اللي هو أصغر، خليني أحكي جزئية ملفوظة، صوت، الصوت بكون مقطع، عدة مقاطع بتكون كلمة وهكذا. الصوت عندهم بالإنجليزي بيسموه فونيم، هيا فونيم، ففونيم معناها صوت، اللي هي أصغر تركيبة لغوية ملفوظة تلفظ ولا تكتب، إحنا بنحكي عن أصوات الآن. هسا الـ 44 English phonemes، phonemes حكينا المقصود فيها أصوات، بعيد الـ 44 صوت شكلناها ركبناها من 26 حرف فقط، are
represented by the 26 letters، يعني طلعناها من 26 حرف. individually إما الحرف لحال زي مثلا حرف السي له لفظين اس وإك، أو in combination زي لما حكينا إذا اجتمعت التي مع الاتش إيش بتعمل لي، إذا اجتمعت هاي إيش بتعمل لي، إذا اجتمعت السي مع الاتش إيش بتعمل، وهكذا. إن شاء الله تكون الأمور لحد الآن واضحة. هسه الـ 44 فونيمز صوت بدنا نقسمهن أنا وإنتي قسمين، consonant مقصود فيها الأصوات. هسه بطل في إشي اسمه حروف ساكنة وحروف علة، هاي كانت التسمية بنعلمها لطلاب صف أول أساسي. الآن إحنا صرنا نعرف إنه في شيء إشي اسمه صوت عل حرف علة، إشي اسمه صوت علة. ليش؟ لأنه حروف العلة اللي إحنا بنعرفها خمسة، لكن الخمسة هاي بتعمل لي 20 صوت علة. الخمسة بعملوا لي 20، راح نشوفهم كيف. فالكونسوننت المقصود فيها الأصوات، خلينا نحط ال، الأصوات الساكنة. الأصوات الساكنة اللي هي بتطلع من الحروف الساكنة M و L و R و F و إلى آخره. هسا الفاولز مقصود فيها أصوات العلة، وإذا بدنا نقسمهم طبعا أنا بعيد وبكرر، هن مش 44 exactly، لكن يعني agreed upon المتفق عليه من دون ما نفوت في تفصيلات لغوية كثير، إنها 44. الأصوات الساكنة بنقول إنه عددها 24، وأصوات العلة قديش راح تكون؟ 20. أصوات العلة نفسها راح نقسمها قسمين، vowels وdiphthongs. طبعا مسميات جديدة وغريبة، لكن يعني بالآخر راح إن شاء الله بتحس حالك استفدتي شيء. نيجي على الكونسوننت، الأصوات الساكنة، بطلنا نسمي حروف ساكنة، عشان هيك الآن راح تلاقي إني أنا وأنا مقسمهم عامل لك هاي الشحطتين، عشان تعرفي أنا قصدي صوت الإس وليس حرف الإس، أنا ما بتعامل مع حروف، طالما بحكي العدد 44 إذا قصدي أصوات مش حروف. طيب، هسا في هاي الكونسوننت الأصوات الساكنة بدي أقسمها قسمين، voiceless مقصود فيها مهموس. ليش؟ لأنها كلمة voice أصلاً معناها صوت. والمقطع لس هو مقطع بيحول لي الاسم الى صفه وبينزع منه الصفه، فلما احكي فروتلس غير مثمر، كلرلس مش ملون باهت الالوان، يوسلس عديم الفائده والجدوى. ففويسلس يعني ما بيطلع صوت، مهموس. وفويس هيها فيرب 3 برضو صفه معناها مجهور. ايش يعني مهموس ومجهور؟ اطلع على أول خمس أزواج، طبعا إحنا كنا ندرسها في الصفوف والأمر ممتع جدا للبنات، كان عن بعد يعني ما بعرف كيف. اطلع على أول خمس أزواج من دون ما تلفظ الكلمات، حاولوا تلفظي إس وإز، بعدين إف ألفظ عشان تتوصلي للسؤال اللي بدي أسأله هسا. إف إف لاحظت شيء؟ إك إك، إد إب إب. زمان كانوا يعلمونا المسات وإحنا صف أول إنه صوت الإب بتجيبي ورقة وبتنفخ على الورقة بطلع هواء وإلى آخره، وصوت الثاني إب. لا، هسا إحنا عرفنا الفرق، فيه فرق آخر بين أول خمس أزواج من الكلمات، من عفوا من الأصوات. عندك الزوج الأول إس إز، لاحظتوا شيء؟ لاحظنا في كثير تشابه بينهم. الإجابات اللي كانوا يجابوني إياها البنات بالصف إنه بيشبهوا بعض، بس القائمة الثانية أقوى. هي مش أقوى، هسا كل واحد عنده vocal cord. الفوكال كورد اللي هي الأحبال الصوتية، هن بالمناسبة حبلين. هسا هاي الأحبال الصوتية في بعض الأصوات لما تلفظيها بصير في vibration، اهتزاز بالأحبال الصوتية، وبعض منها بتحسي في هواء بيطلع صح، لكن ما في اهتزاز. هي اول طلع على الهواء لما تلفظي، بس بعد هيك ما في. هسه الفظي، حطي ايدك على حلقك على الفوكال كورد، مش حلقك عند لوزك، لا على الحلق، حطي ايدك على حلقك والفظي اس. ما في يعني، هي اول طلع لما يطلع الهواء، بس اول بدايه اللفظ، بس بعد هيك ما في اس. بعدين الفظي إز، بتحس في فايبريشن، في اهتزاز بالأحبال الصوتية. ألفظي إف إذ، فالإس والإز نفس مخرج الحرف بالصب. ألفظي إس
بتحسي الصوت، عفوا نفس مخرج الصوت، الصوت نتج من التقاء الأسنان سوا، إس وإز نفس المخرج بالضبط، بس الفرق إنه الإز في فايبريشن، في اهتزاز بالأحبال. هسه إف إف نفس المخرج، بس الإف في فايبريشن، الإس الإف لا، إك إج نفس القصة لفوق، إك إد. هسه في بعض أصوات فيها فايبريشن أكثر من أصوات ثانية، يعني مش كل الأصوات نفس درجة الاهتزاز. بتيجي على الإد الاهتزاز فيها ضعيف بس فيه اهتزاز، الإز هو أقوى صوت فيه اهتزاز، إز واضح. عندك الإب بان بان في فايبريشن. هسه إيش، بما إنه يعني فهمتوا الفكرة وأنا يعني إن شاء الله أنكم فهمتوها، تعالي أنا وياك نقسم باقي الأصوات. هسه كم صوت صار عندي؟ 10 أصوات. عندك الصوت اللي زي هيك الدائرة وفي في نصها خط أفقي اللي هو صوت، خليني أكتبه بالعربي، صوت الإث. إث إذا جربت تلفظ الإث مهموس، ثرو. هسا إحنا حكينا التي مع الإتش بلفظها يا إما إث يا إما إذ. إيش الفرق بين هين الإث والإذ؟ ثنتين نفس المخرج، إذ إذ نفس المخرج بالضبط، بس واحدة مهموس ثرو، واحدة مجهور ذ ذو. طبعا احنا عشان نعرف مهموس او مجهور بلفظ بس الصوت إذ إذ. نيجي على الصوت الثاني الإش، من وين بيجيني؟ بيجيني من الإس، حرف الإس لما يجي مع الإتش، ومرات ممكن يجي صراحة حرف الإس لحاله زي في هاي الكلمة مثلا، او زي هاي الكلمه منشن اش. المهم انه صوت الاش له اكثر من حروف بتمثله. عندي اش هاي بالعربي اش مهموس اش. هسه الصوت اللي مش عارف كيف هو بالرياضيات، يمكن في عندكم رمز زيه، احنا نسينا كل الرياضيات. الفضي لي هاي الكلمه عشان تكتشف الصوت اش. لحظه مش زي الاش، زي كأنه إش مدموج مع حرف الإج، مع صوت الإج، إش إج إج. إحنا بالعربي ما عندنا إج، نحكي مسجد يجب. لما نيجي نقرأ هاي الكلمة يجب إج إج قوية، ما عندنا زي هاي الإج، ما في أبدا. لكن من ميوعة الناس اللي بتكلم اللغة الآن صار للأسف عندنا صوت زي هيك، فبتلاقيها بدل ما تقول يجب يجب، ما في إش اسمه إج، ما في مجرى هوا وانت بتحكي الإج اللي بالعربي، لكن يعني اللغات فاتت ببعض. نيجي على الصوت الثاني اللي بيتشكل لي من حرف السي مع حرف الإتش، إتش هو عبارة إذا دققت باللفظ بتلاحظي إنه بيجي صوت الإت بعدين صوت الإش، إتش تشيب تشيرج إتش مهموس. ليش؟ لأن هالتي أصلاً الإت مهموس والإش مهموس، فتركيبتهن كمان طلع مهموس. بنيجي على هاي الكلمة جج جاكيت جوب، اللي هي كنا مهانة ماخذين الإت هسا بناخذ الإد، كنا ماخذين الإش هسا بناخذ إيش؟ الإج. عرفتي كيف؟ فأكيد رح تطلع مجهورة جوب. هسا فينا إيش بعملوا باللفظ؟ بخلطوا كلمة هاي الكلمة معناها عمل، بلفظوها وكأنها إج، فإيش بقولوا؟ جوب إج. غلط، هاي مش إج، هاي إج جوب. هاي الكلمة بلفظوها جاكيت لأنه صوت الإج أسهل من صوت الإج. الإج لما بتلفظيه بتحسي مجرى الهواء تسكر عندك، جاكيت جوردن، مش جوردن زي هاي، مش جوردن لا، هي إج زي هيك جوردن. هسه أكثر صوت مهموس إيه، اسمه إيه؟ هات، ما في إشي. هسه في عندي كوم من الأصوات المجهورة، هيهن تعالوا نعدنا نمسح هاي. عندنا الإم، إم إذا حطيت إيدك على الفوكال كورتس على الأحبال الصوتية بتحس بيهتز، في اهتزاز بسيط صح، مش زي الإز بس بسيط، بس في اهتزاز. إم إن إل أر. طيب هسه إيش هاي؟ هاي اللي بقرأ القرآن الكريم، وكنا إن شاء الله إننا بنقرأ
في إشي اسمه باللغة عندي غنة، يعني إيش الصوت بيطلع من أعلى الأنف. هسا بنيجي عند هاي الكلمة عشان تعرفوا إحنا ليش ما بنفهم معظم الكلام اللي بنسمعه بالتلفزيون. هاي الكلمة أقرأوا لنا إياها، نيجي بنقرأها، اسمعوني كيف بدي أقرأ reading، ولازم المستمع يسمع آخر صوت بحكي اللي هو الإج. reading هي لا تقرأ reading، هي تقرأ reading، يعني الإن جاية وسط، لا هي إن طبيعية زي هاي ولا هي إج، ما بلفظ الإج، الإج هاي لا تلفظ ولا إيش، بتروح بغنة مع الإن، يعني أنت بتلفظ الإن ورا الإن غنة. فالإن هاي المعقوفة هي يعني بصراحة الرموز مش كثير واضحة، تعبوني وأنا أكتب فيهن. الإن المعقوفة لتحت هي عبارة عن إن وأجا وراها جي. reading writing listening، فإحنا بدل ما نحكي listening نحكي listening reading writing. فالغشيم بفكر إنه ما فيش جي، إنه الكلمة انتهت بالإن، هي في إن بس يعني جي، عفوا في جي بس راحت مع الإن، بس الآي إن جي لا، في عنا هاي الكلمة مثلا long، الجي لا تلفظ، تلفظ بغنة long. كمان هاي الكلمة young، الجي آخر صوت آخر شيء الإج، هاي لا تلفظ young. strong مثلا strong، الإج ما بحكي strong ابدا، بحكي سترونج. وهيني معطيكي هيهن الامثله. هسا نيجي على الهاي، طبعا هي كصوت كحرف اسمه دبليو، بس كصوت بلفظ او او عادي. طب ليش مش صوت عله او؟ لانه لفظه لما بتلفظيه ما بيصير في مجرى هوا في الكلام، غير انه هو لفظه موحد مش زي هاي 600 لفظ الها، واليو 20 لفظ الها، ويندو او. طبعا في شيء مهم عند اخر صوت، هو اللي بشوفه هيك من دون الشحطات، هو عفوا من دون الشحطات، هو ايش؟ هو حرف الجي، حرف جي. لكن اذا حطيت عنده شحطات صار صوت، بس مش صوت جي، ملوش دخل ابدا بالاج والاشتقاقات، هو صوت الاي. تخيلين اي، يس، اي عريضة بتحسي وانت تلفظيها حلقك توسع على الاخر، يس، يت، يلو، اي. فلما تشوفيها بالرسم الصوتي راح تمر علينا، ما مش اج ابدا. ليش؟ لانه الاج اصلا عبرت عنه باصوات ثانية، هيها عندك اج وعندك اج، فهاي ما الها دخل بالاج، هاي صوت الاي. كم واحد، كم صوت صار عندنا؟ 44 صوت، ايه عفوا 24 صوت. نيجي على الاشي الممتع بالموضوع اللي هو اصوات العلة. طب يانس شو بتفرق معاي اذا عرفت ان الصوت مهموس ولا ما؟ كثير بتفرق، بتفرق باشياء كثيرة، لكن احنا ما بدنا نخوض فيها لانها مش مطلوبة، مش مطلوبة ابدا. نيجي هسا بما ان خلصنا الكونسوننت نيجي للفول. هسا الفولز عددها 12، والديفثونجز اللي أبصرش معناها الله أعلم عددها 8. إيش المطلوب؟ مش مطلوب منك تقعدي يعني تتفحص بالصوت جدا وتتدرب عليك، لا لا لا، المهم تعرفي لما تشوفي كيف يلفظ وبكفي، عشان يسهل عليك حفظ الكلمات اللي اتفقنا عليها. أول صوت وأسهل صوت اللي هو زي بيجي زي حرف الآي وفي جنبه نقطتين، بنسميه لونج إي. لونج إي ليش لونج؟ أي صوت أمامه النقطتين زي علامة القول هاي بيكون لونج، يعني ايش؟ يعني بتلفظيه بطول، زي ما نحكي اي او او بتمطي زي حرف المد عندنا. هسا كيف بنلفظه؟ بنلفظه اي. عندك هاي امثلة عليه، بس الامثلة بدي اجلها شوي. هسا في صوت كتير بيشبهه اللي هو نفسه بس من دون النقاط اللي هو الاي، وفي صوت اخوهن الثالث اللي هي العادية. هسا وين المشكلة؟ الصوت الأول ما في إشكال، بيت، بي إب مش إب، بيت، هيت، ديد، سيت، ما في إشكال. وين الإشكال؟ الإشكال يا عزيزتي لما تيجي تلفظي هذول الكلمتين
نرفضهم زي بعض انا وانتي. بت بت، هت هت، دد دد، صح. ست ست. طب ايش الفرق بين هذول الصوتين؟ الفرق طفيف جدا. اسمعي معاي. الكلمة الأولى، نشوف الكلمة الثانية. bed bed. أما الثالثة bed bed. شفتوا احنا بنرفضهم زي بعض. هاي بيت زي كأنها كسرة، هاي زي كأنها فتحة. بيت. بنيجي عند المينيمال بيرز السطر الثاني، هيت اللي بعدها راح تكون هيت، بعدين هيت. هيت هيت. هيد اب. food pool zoo cool قارني. food بالكلمة الثانية، اسمعوا. foot foot. طيب قارنوا boot foot pot fool فول زو جود. طبعا يعني مش مينيمال بيرز هدول. كول بوك. نيجي على الصوتين. طبعا احيانا بتحسي في بعض القواميس ما بتكتب الصوت اللي بيشبه او، هو او مش او. هاي او، هاي او، برسموها زي هيك سيم شقلبة. وفي بعض القواميس برسمها زي سيم شقلبة مسكرة، فطالعة زي كأنها ايه، معكوسة. بس هي بكتابك هيك مرسومة، بس شكلها الآخر زي هيك بس من دون نقاط. فأنا عرفت إنها الصوت الثالث اللي هان اللي أنا بأشر عليه هو الشكل الأطول أو الطويل من الصوت الرابع. تعالوا كثير بغلب الصوت الرابع هو اللي بغلب. بدي أشوف هاي اللي هي أو. كيف لما تحكي كلمة أول؟ كل أول. الأولى فولت بوت فول كوت كول. لاحظوا كول كول. الثنتين لونج طوال، بس واحدة او بخرج الصوت بيختلف. واحدة او. قرنيها بالصوت البروبلماتيك اللي عامل لنا مشاكل. soft hot drop drop block block. هسا الأربع أصوات أعتقد يعني ما بدي أحكي إنها صارت واضحة جدا، صعب لفظها حتى على نيتف سبيكرز، بس لما تشوفيها تعرفي أنت شو الخربوش اللي أمامك. food foot fault أو soft. هسا الثمانية هاي اللي هي صوت زي الهمزة عنا، سهلة جدا. shut but bus cut دان زي الهمزة، زي عندك كلمة لاف مثلا. فلاف خليني استطرد هان. لاف إذا فتحت القاموس بتلاقيها مكتوبة بالشكل التالي. هي الكلمة هيك بتلاقيها. أول شيء لازم تكون الكتابة الصوتية بين تو داشز، بين شحطتين ميلات، بتكون ال. ال لأنها صوت ساكن بنزل زي ما هو ما بتغير. ال ال صوت العل. أحرف العل هي اللي راح تختلف كتابتها لما أكتبها أصوات. بعدين بتيجي هاي الثمانية إنه الحاسوب ما بدعم، زي كأنها عربي. لا. وبعدين اف هيك بتطلع، عفوا هيك كتبتها الصوتية. لاف. كم صوت علة صرنا ماخذين؟ الله يعلهن. ثمانية. بدنا نيجي على عفوا تسعة. بدنا نيجي على هسا آخر ثلاثة بالفاولز. صراحة بس أشوف النقطتين اللي هنا بعرف انه انا امام صوت طويل لونج.
اللي هو خليني احكي اطول صوت من اصوات الايه. انا الايه كيف بلفظها؟ اول لفظ الها هيك، بات هات داد سات، هاي لفظ. في لفظ اخر الها انها تكون مفخمه طويله، زي هيك، اسك ستا كام، ال سايلنت. طبعا بالنسبه للار تلفظ او ما تلفظ حسب اللي وراها. فشوفي هاي الكلمه كام، فلو فتحت القاموس كلمة كام بتلاقيها مكتوبة هيك إك. ليش إك؟ لأنه هو حرف سي إنما كصوت إك. بعدين الصوت اللي أمامنا هان إك آ وإم. فالطالب لما يجي يكتب كلمة مكتوبة حروفا يكتبها كرمز صوتي، الحروف اللي تمثل أصوات ساكنة بتنزل زي ما هي، يعني الام ام، ال ال، الار ار، الاك اك. وين بتغلب؟ بتغلب في حروف العلة الخمسة او اصوات العلة العشرين. قام هيك بلاقيها مكتوبة. نيجي على الصوت، صوت اللي بسموه شواه. طبعا كلمة شواه هي كلمة فرنسية، اخر صوتين بالعلة عندي لونج شواه، بما انه في قدامها نقطتين هي لونج، والشورت شوا الصغيرة برسموها زي هيك زي الإيد مشقلبة. هسا لو جينا حكينا الفضيلة هاي الكلمة كيف علموك إياها بالروضة؟ علمونا إياها تلفظ جيرل، لازم حتى تشدين على الإج وتشدي على الإر وتشدي على الإل، وديري بالك ما تلفظ الإر، جيرل. طيب كلمة ثانية، هاي الكلمة كيف بلفظوها؟ بلفظوها وورد، أو وإر بلفظوها، ومش عارف كيف. هسا الكلمة الأولى للمفاجأة تلفظ هيك، بتلاقيها بالقاموس مكتوبة إج. الإج ما بلعب فيها، ليش؟ لأنها صوت ساكن، الأصوات الساكنة على الأغلب إلا يعني في حالات قليلة جدا هاي صوت ساكن إج. بعدين لونج شوا، بعدين إل، ما في إر طلع، جيل جيل. فالشوا هاي اللونج شوا هي عبارة عن صوت إيه، ايه وراها ار ما بلفظها ايه. طبعا هاي الايه ممكن تيجي تتمثل بحرف اي، ممكن تتمثل بحرف يو، ممكن تتمثل بحرف او، بس كلفظ انا بحكي. هسه هاي الكلمة للمفاجأة بتفتح القاموس بتلاقيها مكتوبة هيك، او و ود، تخيلين ويد. فهاي اللي احنا نلفظها وورد، هي مش وورد، هي ويد، ايه ايه وما في ار، ويد. قيسي عليها كلمة عالم، او و ال، بلفظ ال ويلد. طيب اللي معناها عمل بتلاقيها بالقاموس هيك ويك، عشان هيك لما كانوا يشغلوا الكاسيت واحنا صغار ويحكوا لنا ويك بوك ما نفهمش ايش يعني ويك، نفكرهم بيحكوا ويك هاي يستيقظ ويك، او والاو احنا كنا نقول عنها وورك، حتى مش وورك، مرات بعض الطلاب يقول عنها وورد، فهي ويك. ايه شوفي الكلمات اللي اخترناها هنا، كلمات شهيرة وكثير بنخربط فيها، جيل، شيت مش شيرت من دون ار، بيت معناها عصفور. هسا عرفنا كتابتها الصوتية اب وشوا واد، بيت. لو نلفظ هيك او نستعين بالقاموس على معظم الكلمات اللي بنلفظها الكومون ويردز، يعني اللي بنستخدمها يوميا في الافري داي لانجويج، راح تلاحظي لغتك لحالها تحسنت. بيت بس بدها براكتس كثير، مش بدهاش تتاجل للتوجيه. بيت هاي الكلمه بتلاقيها مكتوبه كلفظ صوتي هيك، هيت معناها يؤذي، بخربطوها مرات مع كلمه هارت معناها قلب، هذيك زي هاي، هاي ايه هيت. نيجي على الآخر صوت وأخف صوت، زي كأنه يعني فتحة منسية مخطف خطف، اللي هو شورت شوا، شوا زي الإيل مشقلبة، أجري. مش هاي، مش الإي الأخيرة، الإي الأخيرة لونج إي، يعني هاي لو فتحنا القاموس راح نلاقيها أول شي زي الإي المشقلبة هاي اللي أمامكم، أ إج إر، بعدين لونج إي، أجري أجري برادا. طب وين الشواب هاي الكلمة؟ هيها عند الإي، برادا
هاي هي شوا برادا هانا وين شوا؟ الشوا هي الأول أولى. طب إحنا كيف بنلفظها؟ إحنا بنلفظها كوركت. كم من خطأ؟ أول حاجة أو، ما في أو، هي تلفظ هيك ك، هاي الأو لا تلفظ أو، ك وإر واحدة من دون شد، الشد عندي وعندك بالعربي ك، كرة وإك وإت كاركت. إيش بنلفظها إحنا؟ بنلفظها كوركت كاركت. تعالوا نسمع النيتيف سبيكر كيف تلفظها. Correct. في الكلمة الأخيرة وين الشوا بالموضوع؟ طبعا الإي الأخيرة ما هي لا تلفظ أصلا، اللي هي الأولى هاي زي أجري طيب الأو أي شكل من أشكال الأو اللي أخذناها من اللي فوق الطويلة، فهاي كتابة صوتية بتطلع هيك شوا أول حاجة، بعدين اب واحدة وار وو مع لونج لونج او، بعدين اف ابروف. فهسا الطالب صار ايش يعني، هو صعب احكي لك اكتبيها صوتيا، يعني الانسان لازم يكون دارس كثير ومع ذلك راح يخطأ كثير. اما ممكن انا اجيب لك اللفظ الصوتي مثلا واحكي لك وصلي مع الكلمة اللي بتشبهه، او اعطيك كلمة زي هاي واحكي لك وصليها مع الصوت اللي بتمثله ابروف. شوفوا كيف بلفظوها approve 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 approve. فهاي الاي طلعت شوي خفيفة يعني، صوت زي كأنه خطف مخطوف. خلصنا الفاولز، هسه بدي اروح على الدفثومس وبنكون خلصنا. الدفثومس عبارة عن صوتين من اصوات العلة اللي اخذناهم 12 مدمجات. طبعا بصراحة شديدات الصعوبة، ورح تتفاجئي انه كثير كلمات كنا نلفظهن غلط. اول توليفة جاي من الاي العادية مع الاي الاقوى منها شوي. هسا كيف بنلفظها؟ ايه نلفظها ايه، شوف بدهن حفظ صراحة. اول كلمة كيف بتلفظيها؟ ريل ريل. فصوت حرف الاي مع الاي عمل لي صوت ايه ريل. اللي بعدها ذي واضحة they، اللي بعدها make فهو يعني صوت دارج جدا make make ايه. فأول صوت عرفناه ايه احفظ عليه كلمة ايه. بنيجي على اللي وراه، اللي وراه مشلبك جاي من شوا شورت شوا مع او، يعني اندمج صوت الاي مع الاو. شوفي شو طلع الكلمة الأولى شو بتلفظوها؟ بنلفظها اوفر، نشد على الار كمان. كيف تلفظ؟ over over او او. هسه صوت الدفثونج اللي هون اللي هو حرف الاو مثله over over. طيب كلمة سو كيف بنلفظها انا وانتي؟ سو سو واحد هيك خط واحد. كيف تلفظوها؟ هم بيلفظوها سو so. سو so. لاحظي في ميلان بالصوت سو so. سو so. الصوت اللي وراه سهل ام زي اي اي ام اي ايس ايس ماي، فهو واضح زيه زي اول صوت. اللي بعده ا مع تشبكت مع الاو برضه سهله او اوت كاوت اوت اوت سهله. اللي بعدها كاو كاو او. فلما يكونوا الصوتين بعاد عن بعض يعني سهل، بس هاي اللي بدك تنتبهي لها. نيجي على الصوت اللي وراه برضه سهل لانه الاو اندمج مع الاي بوي. مين فينا ما بيعرفها؟ اويل. طيب اللي بعدين هسه راح تتخربطي بين اول صوت والصوت رقم 6. كيف بتلفظيها اول كلمة؟ احنا بنلفظها ريال ريال صحيحة. طيب اللي بعدها فير فير. طبعا هنا في هيك بس ايش طايحات تحت هير هير، هي اللي معناها هنا. طيب والله هاي شو بتفرق؟ هاي الثنتين اصوات، واحدة ايه وواحدة شوا اصغر من بعض، يعني بتغلبني بيشبهن بعض. صارن بيشبهن بعض.
اسمعوا. chair chair تشبه هاي، تشبهها. أنا عندي هنا إي بعدين اللي زي الآي، هنا عندي إي وشوا مشقلبة، يعني إحنا بالنسبة إلنا نفس الصوت، هم بالنسبة لهم لا مش نفس الصوت. air إيه هير شعر. الأخيرة تعالوا نشوف إيش هو، اللي هو عبارة عن واحد من أصوات الأم على شوال مشقلبة. كيف بترفضوا هاي الكلمة اللي معناها نقي؟ pure كنا نفضها إيش؟ بور بور، لا عفوا مش بور، يعني البعض بفضها بور والبعض بفضها بيور. شو طلعت هي بالآخر؟ pure يعني حتى مش بيور، لا طالعة شوي. اللي بعدها pure. طب هاي الكلمة الأخيرة اللي معناها بالتأكيد كيف بترفضوها؟ بنرفضها شور، بنرفضها أو طويلة، لا هي طلعت لا مش هيك. sure شور، شايفة لفظها كيف اختلف؟ الأمر فيه صعوبة، صعوبة كثير، لأنه إحنا مش أهل لغة، ولأنه ما بنرفض هاي، إحنا بنرفضهم كلهم نفس الصوت، ما عندناش دفتونج أنا وأنتي، إحنا عندنا فاول وخلص. هسا بتفتحي معاي تمارين الكتاب وشوفي تمارين الكتاب هيهن، وإن شاء الله إنه يكون بعد الشرح يعني الأمر صار أبسط، نأمل. بالتمرين بالكتاب صفحة 17، نشوف أول شيء التمرين صفحة 17. شو عامل؟ معطيني هنا تمرين رقم 7، لفظ صوتي فونتيك ترانسكريبشن بسموه، هيو لأنه بين شحطات، ومعطيني بالعمود الثاني كلمات وصل بين الكلمة ولفظها الصوتي. تعال نشوف الكلمة الأولى، بنعرف الصوت الأول هو آه، والإن هاي اللي فيها غنة أن ري أنجري. طيب اللي وراها هيها كام، هيها كام. اللي بعدها سكول واضحة. إكسسايز، وين الآر؟ ما في آر. إكسسايز إحنا بنرفضها إكسر، إكسر سايز هي إكسسايز ما فيها آر. إمبوتنس ما في آر برضو، لاحظين importance هيها. هسه ممكن تحفظيهن وتاخذ الطريق من اخرها، وبس انا اعتقد يعني اللي تبع ممكن يعني هاي بيعرف انها هاي لونج او، بيعرف انها هاي لونج او، بيعرف انها هاي شوا خفيفه، ممكن تساعد شوي. التمرين صفحه 23 العكس، شو عامل؟ معطيني كلمات وارجع للقاموس واكتبي لفظهن الصوتي. طبعا لازم ارجع للقاموس، انا ما بتفلسف من عندي. يعني هاي التمرين الاول محلول وموصل، وهي التمرين الثاني تكنولوجي، هاي طلعناها من القاموس تكنا، هاي الاو لا اج تكنولوجي. اودينس صوت الاو الطويل، اوديا هاي ديفثونج يعني صوتان عله. هيلثي كثير سهله، هيل اث اث هيلثي. وكارينج طلعوا لي كويس، كاري ايش هاي؟ هاي اللي قلنا للوهلة الأولى بنفكرها إج بس هي إي، والجي بالآخر ما بنكتبها، كارين لا تكتب لأنها لا تلفظ، كارين مثل لما تكون بنص الكلمة مضطر ألفظها. هاي التمرين الثاني. التمرين الثالث سهل، صفحة 31، المفروض تسمعي على الكاسيت 6 كلمات وتقسميهم لمجموعتين، مين فيهم فيهم صوت الإب ومين فيهم فيهم صوت الإب، هيهن قدامك. المجموعة الأولى كلمة pin، وبعدين كلمة rob، وبعدين عندي في الشقنة واحدة pack. المجموعة الثانية الإب bend ثم back وإيش وروب، روب بالإب. بعدين التمرين الثاني طالب منك أيوة ميزي مين فيهن ان عادية سادة ومين فيهن ان. تعالوا نشوف سونغ، ايش رايكم من اي مجموعة؟ لا الثانية، لانه بعد الان ايش اجا جي، فبكتب سونغ. سن واضحة ان عادية. سينجينج والله هانا بدل الخير خيرين. انديا المجموعة الاولى. وين واضحة انها من المجموعة الثانية، ليش؟ لانه الان اجا وراها جي. وين الأخيرة هان. هيك بنكون خلصنا المطلوب. هسا الناس اللي حابين يتوسعوا وشوفوا في التمرين اللي من الوحدة المحذوفة كثير سهل، لما أدور لكم على الصفحة
الوحدة الخامسة لأنها أصلا محذوفة. صفحة 39. ها صفحة 9 مينيمال بيرز رقم 2. المفروض تسمعي كلمات وتقسميهم لمجموعتين، مجموعة فيها صوت الإي العادي زي ست ويل، ومجموعة فيها اللونج إي سيت ويل وريد، وبعدين تميزي بين صوتين اللي هو الآ والآ. والسؤال الثالث تميزي بين شوال عادية زي أ أجري والإي زي بيد. طبعا هو كان يعني عويص شوية، مش عويص لا، أصعب شوية صغيرة من اللي حليناه الإب والإب، لكن بالنسبة إلنا سهل. هسا في الورقة اللي معكم راح تلاقوا فيه كم صفحة للتدريب، اللي بحب يتوسع بس اللي عنده وقت فراغ من باب الفضول. أنت مش ملزمة فيه، أنت فقط أنا من البداية حكيت لكم الشرح عشان يصير حل التمارين سهل. أنت ملزمة فقط ما تحكوا المسة بتتوسع وبتشتت، أنا ما بشتت. اللي حاب يحفظ وخلص، واللي حاب يستزيد ويثبت، هاي عندك تمارين لطيفة جدا. بالسؤال الأول بدك تطلعي لي، حطي لي دائرة على الكلمة اللي فيها صوت اللونج إي، كي كيب بحط عليها دائرة، نايت لا، ليت ليت، فراي لا، اللي وراها مين فيهن فيها الصوت المعطي على جنب، ست، تمرين لطيف. اللي وراها أصعب شوي، عندك الإي العادية بل هيها، والشوال مشقلبة هاي وين، فاذا اللي هي الإي اللي وراها آر، واللونج شوا بيد. شايفين التمرين لطيف للناس اللي بحبوا يعني هيك يتسلوا. هاي لعندك عندك هسا عند الدفثونجز هيها نفس الكلام. بعدين في عندك الصفحة اللي بعديها pronunciation task، طبعا هي أنا الأسئلة هاي مش أنا اللي حطيتها للأمانة لضيق الوقت الشديد، بس أنا يعني جبتها من النت وزبطناها. عندك pronunciation task بدي اياك تقسمي، معطيك الاصوات كلها ومعطيك على كل صوت من باب التذكير كلمه فيها هالصوت، 12 صوت مثلا، هاي زي الثمانيه هي صوت الا قط، فاذا بيد لونج شوا، وقسمي. تمرين جميل. هسه بتيجي هنا اد وان اوت، يعني كلهم فيهم نفس الصوت ما عدا وحده، هاي دد مين بريد هيد، كلهن إيه عادية ما عدا هاي إي، فروت سوت جوس بيلت، مين فيهن برانية بيلت. شايفين التمارين بتفيدك، مش عشان امتحان الوزارة بس، خلص يعني المادة المفروض نعطيها حقها. بوقف معكم لهان، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس. أستودعكم الله والسلام عليكم.